تصور كنخرجوا الحوايج بحيت الوليدات راه كتعرف مكيرضاو كنخرجوهم بالفجر ما يشوفوناش الناس كنبيعوا الحوايج باش ما يشوفوناش كنبيعوا الحوايج في الفجر كنخرجهم بالكروسية عندي تغلبت قال له داك الصباغ قلت له انا مزوق عيط للمقاول عيط ليه قال له لا عاودت عيطتي ليا ولا قلتي لي شي حاجه قال له عندكم الحبس انا سؤال المقاول واش كتناس خذ هذا السؤال يكفي واش كتناس أرجوكم ساعدوا هاد الأبلي وجهي الله تعالى كالمواطن شكرا لكم مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقي اتصال من عند الأخت نزهة حد سوالم نواحي الضل البيضاء. مشاهدينا الكرام والله العظيم إلينا في مأساة الآن انطلاقا من اتصال ديالها المباشر بيا وداك الشي اللي روات لي وحكت لي وحقيقي من تما وانا عارف هاد المادة هادي لا إله إلا الله. مشاهدينا الكرام نزهة عندها 50 سنة أواخر 2019 فقدت البصر ما بقاتش كتشوف ولا زالت تقاوم في الدنيا. عندها وليد وبنية وليد عندها جوج ولاد وبنت. عندها هاد الوليد هو الولد الكبير عندها الرجاء فيه كتير تتمنى فيه خير. هي كارية هنا الوضع ديالها صعب. الراجل ديالها يعني الزوج كان في المجال ديال الصباغة خدم سنين طوال كبر وعيا خد المشعل من عنده الابن 2017 بدا الصباغه الابن كيخدم هو اللي هز مو في لحظه من لحظات هاد الايام مشى يخدم مع واحد المقاول دقدق من دوزيام ايطاج والجواب ديال المقاول غريب قال لها بقى عيطي نصيفطكم للحبس تبعوا معايا زين فهمت قصتك بعتي فراشك بعتي كلشي غتعاودي ليا من الاول انا عارف بانه في 2019 ما بقيتيش كتشوفي هاد الوليد هو اللي عندك الرجاء في الله فيه ها هو دابا مهرس من ظهره من يديه والحديد كله مدقدق عاودي ليا من الاول اش وقع لحمزه حمزه مشى خدم مع هاد السيد هذا وهداك الصباغ اللي كنتصل به باش دا يخدم مع هاد السيد مشى خدم معاه حتى لواحد النهار عيطوا لي نهار الجمعه غوتوا لي قالوا ولدك راه طاح اجي رحنا دينا المولاي الحسن مشيت كنجري غير الناس اللي وقفوا معايا اللي شدوا لي طاكسي باش وصلت عند ولدي منين مشيت وصلت عند ولدي لقيتهم مخرجينه من المولى حسن هو مهرس مدقدق من كل شيء وشادينه بجوجهم باغين يخرجوه انا مع الدخله مع جبرتهم كيقولوا للدرك الملكي يهضر معاه في التليفون كيقولوا له هذا السيد ما فيه والو راه ما فيه والو حنا مخرجينه وسمعته كيقولوا حمزه عرفتو ولدي قلت له انا باش عرفتي ما فيه والو مخرجو هو ما سحبهمش انا كفيفه نسمعوني كنهضر قال لك لا ما فيه والو قلت له كيفاش ما فيه والو هو طاح معايا مارو تقول لي ما فيه والو ملي سمعوا الغوات الجوندار قال له خذ لها البطاقه الوطنيه ديالها كنسمعهم كيهضروا معاهم في هذاك التليفون ردوا مني نط الغوات تما وبقيت نبكي ونغوت وصلت قلت لهم وصلوني عند ولدي ملي وصلت عند ولدي جبرته ما قدرتش كيهضر كيقول لك نقول له مالك حمزه مالك حمزه كيقول لي مهرس بس فاش كيخرجوا وفي التالي ويغيب ليا جا الدكتور كيشري مني سمع الغوات جا كيجري الدكتور شافو هو يقلبو جبرو عرفو مهرس قال لهم هذا يمشي لميريزكو هزيناه تمايا ديناه لميريزكو في لومبيلونس ديناه لميريزكو معنا داك الصديق ديالو اللي خدام مع هاد المقاول مشى معانا مشاو معانا حتى الدراري اللي خدامين معاه في نفس مع المقاول مشاو معانا حتى لميريزكو وصلنا لميريزكو بقاو علينا ديروا التصاور هاد السيد هذا صاحبو ملي شاف الحاله ضعيفه ديالي وداك الشيء قلت له ما عنديش نط كيجري عيط لواحد صاحبو كاين في الدار البيضاء فاعل خير قال واحد السيد رانا هاشنو راه طاح ولدها وما لقاتش باش ديروا التصاور داك السيد جا كيجري تعامل معانا دار له التصاور وكل شيء
بقينا كنقول لهذاك داك الصباغ اتصل بالمقاول يجي يعاوننا، يجي يعاوننا في الدري نشوفوا شنو الحل. راك عارف ميريس كل اقتصاد لي فيه والناس كلشي كيتغاو تما وكيتبكى ورا لا اله الا الله. داك ميريسكو والو الولد تما كيتشوى العذاب الشديد حتى 3 الصبح حنا تما. عاد زينا لومبيلونس جبناه للدار ما لقيناش، خرجوا لي السكانيرات بزاف. جا داك السيد لغد لي عاوتاني جا، جا عاوتاني دينا عاوتاني الميريسكو نفس الطريقه مكرفسين والولد مهرس مدقدق كله ما كيتزيد ما كيتمشى ما والو شرويطه. ملي غيتلقوه في موريسكو ما قالوش لك شنو فيه، فين مضروب شنو؟ اللي مهرس في اليد ديالو عنده الشق في صدره ودير له السكانير ديال العمود الفقري ديال الدار كامل ما عنديش لي والو ما كاينش. لغد لي لابيلانس غاليه ومشيت لهنايا الله يجازيهم بخير الجامعه ديال هنا البلديه ياك البلديه، مشيت لهنا رغبت ومزاوكتهم قال لي لا نعاونوك علاش ما نعاونوكش صيفطوا لي هذيك كتخلصي الجامعه. هي اللي جات عتقتني باش داتوا ليا، فجيت دايها تما الميريسكو صافي صافي. الولد كيتالم وكيغوت وكيبكي وهنا كيغوت الليل نهار الليل كله وكيغوت كيغوت بالخلع اللي طايح وكيغوت بالالام. هزيتو ديتو من تما وصلنا الميريسكو قلت له عندي ولدي سميتو ردوني للضمان الاجتماعي ديتو لتمايا بعت حوايجي حجيت حطيتو تمايا. كانت عندي 1000 درهم تسلفتها وعندي منين سلفتها ونوريها لك. عيط لولد عمتي في فرنسا صيفط لي 1000 درهم تسلفها لي عندي في التليفون صيفطها ليا باش عطيت التصبيق. قال لي خصك تحطي 1000 درهم تصبيق غامرت. امرك شتي شي واحد كيدي ولدو يدير عمليه وما عندوش؟ غامرت. دخلتو جراو به شافوا في ديك الحاله خطيره جراو به الله يجازيهم بخير في الضمان الاجتماعي ما عمرين نسى خيرهم. جراو به جريه ديال الصح دوزوه ليه داروا له التحاليل في البلاصه في الحين. كانوا عاد يديروا له ديك الساعه العمليه ساعه القهوه وشرب رايبي كاكسر الصباح اجلوها له تال الصباح عاد داروا العمليه. جينا حنا بقينا كنبيعوا حوايجنا تصور كنخرجوا الحوايج بحيث الوليدات راه كتعرف مكيرضاو كنخرجوهم مع الفجر ما يشوفوناش الناس كنبيعوا الحوايج باش ما يشوفوناش كنبيعوا الحوايج في الفجر كنخرجهم بالكروسايه عندي كنخرجوا الحوايج في الصباح كيجيو يشريو معنا الشرايات ديال السوق كنخرج نبيع الجمعات كنجمع منا وتسلفت وتكلفت وكنجمعت لهم الفلوس ديالو باش خرجتهم من مدام السبيطار. قالوا لي خصك ديري الراديو ديال الدار ما لقيتش باش ندير له خصني دابا نردوه باش يدير الستر عاوتاني ما لقيتش. انا ما جيتش عيط تغلبت قال له داك الصباغ قلت له انا مزوق عيط للمقاول عيط ليه قال له لا عاودت عيطتي ليا ولا قلتي لي شي حاجه قال له عندكم الحبس. قالها له هكا يجي ويحلف اليمين داك السيد لا خاف مسكين قال لي انا عندي امي فيها الزهايمر وعديني للحبس. وقف معايا مسكين كيمشي معايا حيت عنده الطوموبيل كيديني مسكين شافني مكفوفه وشاف الحاله ديالنا بقينا فيه حيت هو نبقى له نفس المشكل. تهرس مع واحد السيد وما عقلش عليه وعرف بالله ما كاينش الحق. قلت له انت ما تبعتيش حقك باش تاخده وهذاك الشيء علاش جا مسكين هرب في الاخر هرب كان كيجي يعاوني بعدا غير كيهزو معايا كان ما عارفني الاخر كيتعاون معانا يهزو. دابا الطب في لاسينيسيس اش قالوا لك فين مهرس بالضبط؟ حنا مشينا حيت ما عنديش امكان باش نشوف كلشي. انا قلت له غتقولوا يدو مهرس على هكا شي داخل في شي هنا يدو كلها كانت مسكين داخله في شي فيها. داروا لي الحديد ولا جاب؟ داروا له الحديد دابا داير الحديد داروا له الحديد دابا داير مهرسه اخرى في صدر واخا وعنده مشقوق في صدر مشقوق في صدر ديالو الدار ديالو حتى الدار ديالو قلنا ماشي ما كيمشيش حيت عطاونا باش نديروا الاسكانير ما لقيناش باش نديروه. درنا له كلشي درنا له الحوض درنا له كلشي دابا المشي ما كيقدرش خصنا تنهزوه نهزو اي بلاصه خصنا نهزو تجي. انت كاريه في هالدار؟ كاريه. شحال كاريه؟ 30. وهادشي كامل الفراش اللي عندك بعتيه؟ بعت كلشي بعتو كلشي بعتو التلفازه بعتو كلشي بعتو. كان هو اللي كيخلص لك الكرا. كيخلص الكرا مسكين وتعاون معانا واللي قسم لك كيتقاتل كيجيب انفهم السبع كيتقاتل تعصب دابا كل نهار الغوات دابا خفتو حماق كيبقى يغوت بزاف في الليل وفي النهار كيبقى معصب وحاجته بحال الحكره جات بحال الحكرة. بوا دابا مسكين ما خدامش هو عيا عيا وما خدامش وكاين الاستغلال راه باش يخدم مع واحد السيد دار له 50 درهم في النهار دير له 50 درهم في النهار ودابا ما يمكنلوش يخدم لأن شكون يهز الولد شكون يهزو باش يوصلو الطواليت شكون يهزو كنوصلو مع تمايا كيديرها كعدير دابا ملي يجي يوديو لابيلانس ولا دي شي حاجة خص يكون معاك شي حد باش نهزوه كنهزو بحال شي صابي قال لك بقاو لي غير رجلي كنت طلعت السطح لحت راسي
قالك ما بقاش عايش. دابا بغيتي تكملي للطبيب ما عندكش كلشي بعتي. كلشي بعتو هذاك ملي عيطت له في التليفون مشينا قالوا لنا الناس سيري لعند تما مغشى واحد عطانا التليفون حتى داك مسكين الصباغ خاف منه. مشينا تما وراني الدنيا مسكين غير تما وراني ورانا فين كان خدامين ورجع مشينا انا وراجلي قلنا له حقا باغي نشريو عطاونا النمره ديالو عيطنا ليه عاد جاوبنا فاش جاوبنا حيح عليا في التليفون حيح عليا في التليفون هذا المقاول وقاويل ما خلاليش. مشيت للبيرو ديالو اللي كيبيع فيه الاملاك ديالو البارح هضر معايا السيد قال لي شوفي سيري جيبي في مفوض قضائي نعطيك السميه والعنوان وكلشي ديالو. انت ما كتشوفيش بقي معايا باش تعرفيني بالله حبست. مشاهدينا الكرام انا سؤال المقاول واش كتناس؟ خد هذا السؤال يكفي واش كتناس؟ غادي نحاول نشوف مع حمزه واش نتوفق معاه ما عرفتش. بقي معايا اختي بقي معايا. كي داير حمزه شويه ولا والو؟ الحمد لله الحمد لله. واش كتحس حمزه؟ ليش كامل كدر كيدير كلشي كلشي الله يسترك يا ربي. مشاهدينا الكرام حمزة عنده 25 سنة غنوضع معكم الصورة. أي كلام قالته هذه الأم كلام صادق وأتحمل مسؤوليتي وغنوضع لكم هذا الدار في الصورة. هذا السداري هو اللي بقى عندها هذا الوليد هو الأمل في الحياة. أنا والله إلا تدمرت وحق الله العظيم إلا تدمرت ما تتشوفش. فقدت البصر في 2019 ولا زالت تقاوم الحياة. عند هاد الوليدات الراجل كبر هي عندها 50 سنة وعنده 54 سنة دوز سنين في الصباغة ما عنده ورقات ما والو. النموذج شفتوه خدمة 50 درهم ها اللي كيدور ملاير ها المقاولات ها المعقول هو هذا. أنا غنبقى في الإنساني ونبقى في الإنساني والله يقتلنا مع الفقراء ونقولها ونعاودها ونتحمل مسؤوليتي في كلامي حتى هذا وجد. اي انسان دار المكان ديالو يجي لعندي لهاد البلاصه في حد السؤال بهاد لادريس وغنوضع رقم الهاتف ديالها والمغاربه عارفين انا لا صله لي بالمال. واش هذا ماشي عتق رقبه هذا الوليد مهرس من يديه ودير الحديد ومهرس من ظهره وما قدرتش تكمل ليه حتى من صدره. انا نقولها بالدارجه المغربيه تفرشخ هاد الدري مكاع الجوايه باش يجيب واحد لقمه الحلال لمو ويعاونها ومسكينه ما تتشوفش وبوها ما فحالوش ها هو شد لها الفراش. أرجوكم ساعدوا هاد الأم لوجه الله تعالى كالمواطن. شكرا لكم.